والناس بالإلفة يحوم. تملى براحتك يا الساقينا نغم أفراحك يا الشايلنا على أكتافك. طارق جراحنا وناسي جراحك يا الشايلنا نشوفك وانت محفل عالي مقامك وزاهي صباحك. بكرة نشوفك وانت محفل عالي مقامك وزاهي صباحك. ما متخيل اسمع منك كلام زي ده. لانك بصراحه انت ما معزن انا عرفته وحبيته. ده كله عشان ما جيت العيد ميلاد بتاعك ده تفكر فيني بالطريقه دي. عايزني افكر كيف يعني؟ انت لا جيت ولا اعتذرت ولا حتى اتصلت بالتليفون عشان تهنيني. اي زول في مكاني ممكن يفكر كده. انه مكانتك قلت عندي صراحه ما في تفسير غير كده، والافضل تكون واضح معايا. شكل انت عارفه انه الكلام زي ده بيقطعني من جوا. تعرفوا مكانتك عندي بالدنيا؟ مكانتي دي بالفعل ما بنقول. هس انت بتتذكر اخر مرة قدمت لي فيها هدية ولا عزمت لي فيها على رحلة ولا حتى على سينما؟ 200 ظروف. تاني ظروف؟ اقعدي اقعدي. انت عامله شو مع البحث؟ عندي مرجع واحد يا امي، كايسري في السوق ما لاقي. درست اللي يجيب لك من برا؟ لا لا يا امي، بشوف بديل. عيني ما تشيلي اي هم، الغالي يرخص لك. الله يديك العافيه يا امي. الله يخليك يا رب. ربنا ينجيك يا رب. ممكن يجي اي تلفون من اي فرع من الشركات. صوري زمان كنت بدير حسابات في الشركه، الان بدير مجموعة شركات الوالد. عرفتي ليه انا ما معيز بتاع زمان؟ خلاص صافي يا لبن. اوكي اوكي معيز. صراحة في موضوع صغير كده كنت عايز اقوله لك لكن متردد شوية. خير. انا تقدم لي عريس ابوه صاحب بابا، لكن انا بديت ناس البيت الموافقة. لك انت وافقي تسمح لي اقول لك انت ما شجن اللي انا بعرفها. شجن اللي انا بعرفها دي مفروض ترفض من غير ما اقول لها. انا ما انا كنت زعلانه منك لاني صراحه موقفك ما كان واضح معي. وهسي موقفي بقى واضح؟ طيب كده ورينا الابتسامه دي بدل التكشير اللي انت فيها دي. انت كده في السليم طالما انه اي شيء يدك ما بتجيك عوجي. بس يا اخي الواد مصطفى والله حاله ما عاجبني يا اخي. المسكين لما هو في الغربه كله خلى وراء وجراجم. والله جاب ماري تولاته بس. لكن يا اخي البركه في الرقى. وش مصطفى؟ الفات خلاك وانت كنت محتاج ليه؟ مش مصطفى العرس بيطول رضاك رضا امه لاني كتلة بالحسنة؟ ده زول بيسألوا منه؟ كان طيش شباب الظهر ما بيطلع من اللحم، ولما لقى الدالة ما بيصل.
هداكم؟ لانه عش ما في الكثير. اسالني انا ياما ادينا وعلمنا وكبرنا وقطعنا من جسمنا وديناه، وفي النهايه طلعنا ساكن. تحكي لي انا ما متابعه وشايفه وشاهد على كل حاجه، لكن ما اعرفه ليلى. غلطه عمري سجلتها لهم وانا حي، وفي النهايه فكون عكس الهوى. الراجل تبع مرته، المرأة تبعت راجلها، وفي النهاية الضحية ندى. تحمد الله ما عندك عوجة. العوجة دي كيف؟ العوجة دي كيف؟ طالما انه نبكيت امشي لهم زي طالب الصدقة واطلع بالفتاة، اولاد الذين ما عندهم اخلاق دردقوا فوق خيرية ندى، ان شاء الله لا تنفعهم لا ترجعهم ولا تنفعهم ليوم القيامة اذا كان انا وتحلال من نومي لاقوم. هون عليك يا حاج، احنا باقي لك هنعيش قدر اللي عشناه هدى تاني. بس ما تغلط وتقع في لقاعة الديانة. خلي كل شيء تحت يدك، لا من سيد الوداع يشيل وداعته، خليه تهنوا بها زي ما داري. وين كان أصابع اليد؟ ما واحدة، لكن عليك ولك الزول يعني ما 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 يستعجل ويستفيد من قصة غيره. قبل ما تطلب كان تسأل نفسك من وين؟ من ما جيت هنا وأنا بردد في الأسطوانة المشروخة دي تاني حاعيده. أحلف لك بشنو عشان تصدق، وعزة الله في ملكه يا معز، أنا طلعت من هناك بشنطة هدومي إيد ورا وإيد قدام مصدقك. شفت الموت شوف العين، وكان عندي قدامي واحد من خيارين، يا أغامر بحياتي وأشيل الممكن، ويا أضارب على حياتي وأتخارج. ولو كنت بضمن نتيجة المغامرة كان غامرتها، وما عشاني أنا، عشانكم أنتم. مصدقك يا معز يا أخي، ما تقلب علينا المواجع، أنا الفيني مكفيني، شق عمري كله راح في لحظة واحدة. ما قصدي يا أبوي، الأمور هناك جاطت وصعدت بشكل خرافي وسريع، وما كان عندي حل غير كده. ناسف يا أبوي، بس مرات احتياجات الشباب بتخلينا في حالة اندفاع. بس يا أبوي جديد المفروض يساعدك، حواشة واحدة ممكن توقفك على حيلك. قبل جدك يساعدني ساعدني انت. أنا؟ كيف؟ قلل طلباتك دي وشوف لك شغلة تنفعك، وقبل ده كله أنسى إنك معز ود مصطفى الكان مختلف. والله بقى يغلبني يا صلاح، عارف أقل حركة بقت تتور علي النفس، لكن قول 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 قدرت. نمشي وين؟ والله على قولك نمشي وين. وزول يا أخي عليك الله، صلاة الجمعة ما قدر يصليها في المسجد، فايدة مشي وشنو تاني يا زول؟ الله يقبل صلاتنا ويقبل صلاتك. بسم الله. ما تقعد مالك؟ والله ماشي للولد الكبير اجمع له منه قريشات، الليله لعبوا راس. ما ما ما, ما تقعد تفطر، كن داير الليله وينون؟ لا خليها مره ثانيه، ودعتك الله. قبلنا ودعت الله. ايه على وين؟
ماشي ازور واحد صاحبي كان معي في الجامعه عيان شويه. فطرت؟ هاي اكلت لي سندوتش. جدك فطر؟ لا قصدي لقيته نايم. يا اخي اصله ما عليك تكل، ما كان تصحيه. اختك مشت الجامعه وانا برا البيت، يعني حياكله منه. تذكرتوني؟ معقولة يا ابوي؟ انا بس طلعت مشوار كده والبيت اميره مشت الجامعه والواد معيز قال جاني قال نايم. كذاب كذاب، انا من صحيه الصباح تاني ما نمت. الواد ده هدو قرصه ما عاجبني. انا غير اميره في البيت ده ما عندي وجه. ما مشهود عليك يا حبيبتك. وموصل قصي يلا بسم الله. ولا يهمك يا بكره جدك ده حيتكل وانت تخم الخم ده كله براك يا ها. ما عندك حل غير كده. لكن عليك الله بعدين شنو؟ ما تنسانا من صالح الدعوات يا الله. انا خايف اتكل قباله عمك ده. ليك الله انت زولتك دي لو بتحبك جد جد حتنتظرك. المحيرني انه قافل التليفون عليك يا اخي. الزوله دي بيكون عندها رقم تاني. اصلا النوع المغندل ده بيكون عنده اكتر من رقم، شرائح كثيره. ليه لكن؟ ما بتكون دايره تلعب بيك يا ها؟ بعدين قصه انه في زول تقدم ليها وما تعرف دي بتكون كلام ساكت وهم منها. لا تحرك معك الليبي يا بشر. قول. لا شيء ما بتعمل كده، انا بعرفه. شيء ما بتعمل كده؟ يا سلام يا زول البنات دي كلهم واحد يا اخي. بعدين انسانا من القصه دي يا اخي، خلينا ننبسط يا كيف حال الناس الحلوين؟ جيتا المبروكه. ان شاء الله نكون اكلنا وجباتنا في مواعيدها. والله الفطور داخل عشان كده ما اتغديت. ابوي ما كان موجود ولا شلون؟ ابوك ساكن رهاب ورا السفارات، الله يكون في عونه. ومعز طبعا ما عليه وتكل. والله معز ما عجبني ابدا، ما عجبني. انا خايف عليه يضيع. معز لا بيقبل كلام لا راي، على كيفه. هسي بدل الطرطش البيمة الفادي ما كان يشوف له يا اخي شغله يساعد رقبته ويساعد ابوه المسكين ده يا اخي. هو قال ما بيشتغل الا في تخصصه. تخصصه؟ تخصصه شنو قدر تخصصه؟ والله يا جدي هو قال لقى في تخصصه بكون احسن، لانه الاقتصاد حاجه ما هينه، لكن كان يتمسك باي شغل لحد ما يلقى في مجاله. لا ما بيشتغل، عظمه طري جسمه حلو ما بيشتغل. والله 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 لو ودوا البنك المركزي ما يشتغل. وتجابرين علي كده شنو؟ ما عارف، ما قالوا كل البنات بيعملوا كده. ليه يا سيدي؟ انا ما من الصنف ده، انا واضحه زي الشمس. وبعدين منتصر ده شخصيه حقيقيه، لو عاوز ممكن اعرفك عليهم. يعني انا ما حقيقي؟
لا يعرفني ولا عرفه. بعدين ده ما عذر يخليك تكفيل التلفون. هو زهقك، انا ذنبي شنو؟ المشكله انه هو ما لي ايده من ناس البيت، خصوصا ماما. عشان كده انا ما لقيت حل غير اني اكلم بابا عنك. كلمتيه؟ طبعا. قلت له شنو؟ قلت له انك انسان محترم وان وضعك ممتاز وانا مقتنعه بيك وكده. يا سلام. وهو رايه شنو؟ طبعا بابا عايز يشوفك، بس منتظر انك تحدد الوقت. يعني طبعا اكيد ما هسي. ليه؟ يعني عندنا فرع جديد في بورسلان، لازم فيه مشاكل لازم احله. بجد انا محتاره معاك. دي يا دوب بقت الجمعه الجامعه والكلمه السامعه. زمن من لما زي دي. والله يا ابوي ما بين مرادنا، المدارس فتحت ونفيسه مشغوله بتحضر. عشان كده يا جدو انا وامي غررنا بعد ما فقد خاله طبعا انه السوق تغير معانا هوا وكده. اولا الموافقه تاخديها من بنت اميره. ثانيا هذا الوقت ما 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 مناسب. ليه قدام؟ لو ربنا مد في الايام يعني بجيكم. وهسه ماله؟ ولا ما عندنا فيك حق يا ابوي؟ انت مع المدرسه وبنتك مع مع الجامعه. اها اقعد اصغر الحيط هنا مره بيجيني صلاح يفرق علي شويه. والاهم من ده جدي ده ركن كامل في البيت ده، لو يتحرك البيت بيتهدى. اها بعد كلام المبروكه دي تهتاني في قول. وانت عامل كيف يا مريس؟ لسه ما لقيت شغل؟ لسه والله يا عم، لكن ساعة إن شاء الله. شوف داير أقول لك كلام يا مريس، أي شغلانية تلقاها تشتغلها طوال أصلك ما تتوقف. الزمن يا ولدي داير كده. كلميه يا عمتي عليك الله. نفيسة تعالى عايزاكي. منيرة يا أخي طولنا من التقلية بتاعتك، ما تقومي تعملي علينا، ما تكلينا على البنات والمطبخ جاهز. بعمل لك التقلية يا مصطفى، لكن المشتهي تقلية منيرة بيجيها في بيتها. انت عارف انا برعي ما بتغلى عليك، لكن برضه انت عارف الظروف اللي انا فيها ما خافي عليك. الله يكون في العون يا ود امي، ده لوم عشم ساكت. وجبنا لومك يا ستي، لكن برضه قومي الحقيني بتقاليدك العجيبه والشعريه اللذيذه دي. شفت بس انت طوالي بس كده ده داير تطير لي اللوم حقي. لكن انت مع اخويا اخوي ود امي وابوي، ما التقلية دي وما الشعيرية دي والله يعملوا لك من عيوني دي الكلبة. ايوه تسلم عيوني. أما تسميها نعتتها بالمتطرفة دون أن تسميها وتقف وراء هذه الأحداث، وهذا يندرج في إطار التجارب الحاصل. داير تتسدى يا معز مش؟ اوكي. تمانية مكالمات من شجن؟ في الكيوب؟ أحسن. لا ما أحسن، المشكلة كبيرة. مستحيل طبعا، انا اعرض له نفسي، انا انسانه ما سلعه. ليه يا هبله، انا قصدت لمي حلو بالموضوع اللي حكيتي لي بيه. ليه الليله وليه بكره افضل من معز؟ ما دايره. لكن طبعا لمي حلو دي حاره. هي
انا كان عارفاك بتمسكيها لي زله ما كان صارحتك. زله؟ زله؟ انت الكلام الكبير ده بتجيبيه من وين؟ زله على بنت عمتي حبيبتي. انا والله اليوم اللي تتلموا فوق انت ومعز ده هيكون اسعد يوم في حياتي. كل شيء باوانه، كده خلينا نخلص الماجستير وعز يلقى له شغل ويجهز. كان بدا اي مبادره انا بتمها. انا والله لو ما خايفه معز يقفلني كان فتحت معاه الموضوع ده. لا 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 اوعك حتخسريني للابد. يا جماعه كازم تعرف اول مره اكتشف انه نقرتك طويله. يا زول يا زول ما تركز في حته واحده عشان شنو ما تجن. حاسس روحي طاير طاير في الهواء. طيب ما من زمان نحن بنقول لك تعال معانا يا اخي عيش معانا الاجواء الجميله دي. عمل لي فعل والدغري وعديل. الو ايوه 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 بالراحه عشان اعرف الحاصل شنو. بالراحه ها جدي معلومات في المستشفى في العنايه المكثفه. ده خبر جميل والله. اقصد انه خبر جميل انه ما مات. بالراحه علي هجمتيني لكن طيب. يس اسمع تتقل لسه لكن على وشك. على وشك على وشك مدام البتاعه دي بتجيب الاخبار الجميله اللي في بالينا واحده بشنو بكرب. اوي اوي انت البتاعه دي تكتر منها تكتر منها تكتر منها كده ده بتسحلب بتفوت بتقوم بيها ولا اوي تقوم بين العربية تودينا الإنسان العربية عربية العربية عربية تقوم بين الرب 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 نحن خلينا هما كده الحمد لله. حق منيرة بعديته تطلع وتمشوا سوقي معاك الشباب ديل. أمير أمشي معاه عشان الصيد ما أعرف جمتين. ما في مشكلة أنا بمشي معاهم بس غشوني البيت. يا بنتي ما رح كبيتي معانا الحالة واحدة هنا وهنا كل واحد كل واحد يا عمتي بس خلوني براحتي. خلاص أوكي خلاها براحتها بس قفل البيت كويس. تفضلوا. راقد في المستشفى ده كأنه ما جدك. معليش بس حسيت بإرهاق وقلت أنوم. وجدي أخباره شنو؟ والله لو هماك أخباره كان جيت شفته هناك في المستشفى. يلا الصباح رباح يتخرج خلينا نتم نومتنا كده. يا حال تجاجها الناس جسجاجها دي وفي النهاية تطلع المسألة هواي. يا أخي ما قد تشرب لك عطرون ولا جردقة ولا تشرب لك مصيبة الزمان ما لك على التلتل ها؟ الحمد لله على 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 كل حال. والله يا حايا أنت محظوظ قلت لك ناس كف خطفوك وجابوك المستشفى هنا. البقل عليك دي كان بقل علينا عليك أمان الله أكان مت وفطيس. الحافظ الله وتحمد الله ما عندك عودة نصيح والعافية العافية وقتين وقتين تتلاقي حاول ما في نحمد الله الحمد لله. أها وقالوا بخرجوكم 200 والله منتظرين مرور الدكتور لكن غالبا يخرجونا اليوم إن شاء الله ربنا يكتب السلام. الله كتر خيرك يا حاج لكن ما كان في داعي تدعي بروحك وتجي. يا مصطفى يا ولدي
حاجات كان ما جيتوا في لحظات زي دي اجيهم تاني يعني عشان يفوقوا الفاتحه؟ ان شاء الله حاجات عمره طويل. الو جدك؟ جدك ماله؟ وهسه صحته كيف؟ خرجوه؟ الحمد لله على السلامة. هيا معز معاك معز أنا آسفة، ما عايز أنكد عليك زيادة، لكن صراحة الموضوع اتطور بشكل خطير. منتصر وأهله جايين يتغدوا معانا الليلة، أنا عرفت الكلام بين ماما هسي. مالو معز ما بيجي يشوفني يا مصطفى، الخسته عنده قدر ده. ما تشغل نفسك بيه يا ابوي، دوت صايع وضايع ساي، جيته من عدم واحد. شوف نهايه دلعك وبطرك شنو. الله اسد الموضوع انه تطور نفسك وخليك جاري زي الدبيبه المقطوع ضنبه، ودي حاجه سهله يا اخي. يمشي يتغدوا معاهم، يرحلوا يسكنوا عندهم، المهم هي موقفها شنو من الاسم المنتصر ده؟ لا من الحته دي انا واثق. طيب المشكله شنو يا بشر؟ رايك شنو لو نسجل لهم زياره مفاجاه؟ طيب يعني ولو ابوها طلب منك انك تجيب الاسره وتعملوا خطوبه، ها؟ حتقول لي شنو عن وضعك المطين ده؟ انت بدل ما تساعدني تقفلها في وشيك؟ الحل واحد، ما في طريقة غير انك تصارح شجن بوضعك الزفت ده. مستحيل طبعا. وانت حتى قلت تقضي على قد لحد 200 يعني؟ لحد ما القبة تبقى حقيقة. وده ممكن يعني؟ ممكن، لكن في حالة واحدة بس، انه جدي ده يموت. بسيطة، شوف لك زول شنو؟ يريحك مني. لا 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 مستحيل طبعا، لا حول ولا قوة الا بالله. انت وصلت فكرة صعبة. خلاص. يبقى ما في حل غير احنا نكبس الدماغ ده ونخليها للزمن. وهو كذلك. ايوه يا الله. ايش الكلر يا دولي؟ في حاجة يا اميرة؟ لا لا. شكلك كده عندك كلام دايرة تقوليه وما قادرة. ختلانة كده. تدبر حق الجير والمازون وال بصراحة كده يا أبوي أنا ما دايرة أنكد عليك، لكن مؤلمني عدم اهتمامك بمعز، سهل كأنه ما ولدك. يعني يا أميرة أنت متخيلة حاله ده عاجبني؟ والله بالعكس أنا مهموم بيه ليل ونهار، لكن أسوي شنو؟ معز ما بيسمع الكلام، أدقه يعني؟ أدق لي راجل قدري؟ الطريقة دي يا أبوي معز حينحرف أكتر من كده؟ والحل شنو؟ نخليه يضيع يعني؟ الحل عنده هو، يبطل مباراة الصيع والصعاليق ديل ويجيب لي شغلة تنفعه. الشاي لعقلك يتهنى بيه. اوه بنتنا، انت عندنا من 200؟ واسأل عنك المناسبة شنو؟ من غير مناسبة، ولا ناسي اني بدعمتك. معليش توتر شوية، عندي واحد زميلي جاته جلطة وتعبان شديد. مرة اتذكر انه عندك اهل واجبك تزوره. الظروف ما سمحت بالزيارة، لكن اول ما تسمح بجيبهم. متى ما سمحت ظروفك ابقى زوره. حبابك الف. اتفضلي. قاعدة ودي الشاي ده بس لخالي واجل. العمة كيف بالله؟ كويسة والله الحمد لله. حالك اصلا ما عاجبني اليومين دي، امشي واجي. وهو كذلك.
سنة 41 قال لك سنة 41 بنت اللبيب عبد الله نمت الله يبختك. هسي وصحته كيف؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت طالع ولا شنو؟ عندي واحد صاحبي عمل حادث محتاج لنقل دم هسي. والله يا اسامة ما يستاهل الكلام ده كله. عن اذنك احصله. تفضل. الرضا والله يعني عرفت من بيت عمك؟ يعني نظام جايين انا في الحوادث ولا تهديني دمه؟ ها؟ اسوي شنو؟ قال شنو؟ قال قال شنو؟ انا اسوي شنو؟ والله الولد ده مالك؟ يعني حلك ما عاجبني يا زول؟ والله قال لي يعني انا هسي اقعد ليل الحلاق عشان تحلقني وما حد يراطي؟ لا تحلق ليل لكن شوف انا معاك لحد قصه الحوادث دي ما تقوم يوم كمان تلقى في راسك تقتلنا ها يا زول انا هسي لو بقتل ما كان قتلت جدي والله جدك ده داير قتل جدك ده وش وش موت ده ما اعرف ما درس خارج لا ده شنو ده يا زول يا زول دي جديد يا ده صنف جديد نوع جديد يلا خلينا نجرب يمكن ننسى ننسى ايوه ننسى 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 الحصل ننسى التربية يا مصطفى يا اخوي ما هو كازر الواحد مننا لازم يكون عنده عدة اساليب ما يسلوب واحد والعبرة في اختيار المناسب في اللحظة المناسبة للموقف المعين. اتمنى من الله انت تكون اخترت الصح. لا يا منيرة في موقف زي ده ما في انجع من انك تخلي معز يواجه واقعه. ده واقع فرضته ظروف العودة، واقع مغاير تماما للوضع اللي كان زمان ولازم معز يواجهه. ده لو هو عنده استعداد للمواجهة. لأنه ردة الفعل حتكون أعنف والنتيجة حتكون أفظع لو اختار الهروب. في دي كلامك صح. لكن معز اللي بعرفه انا ما اظن يختار الهروب. ما في حاجه اسمها ما اظن. قبل اختيارك كان مفروض تدرس. والله يا منيره انا بديت اقلق واخاف. لا يمكن تتغير. كل شيء عندك بين الفاهم ده. بسيط بسيط شوف لك زول شنو ريحك ريحك ذا والفلاني والفرن والفور وفيه عاش اول من خلق الله Oh.
هسه ده الموضوع القالب كيانك وخليك مجافي الناس والديار؟ لاني عارف البير وغطاه. باهي ما دام عارف يبقى محلوله. محلوله كيف يعني؟ تبطل الهوس اللي في راسك ده وتنسى البيدي خالص، او اذا دار تنتظرك تنتظرك. لمتين يعني؟ الله اعلم. في حل تاني اسرع واسهل. قول. كلم جدي يبيع له حواشه ولا حواشتين، ولا يحدد لك نصيبك ويدي عمتي نصيبها. وانت بعد ذاك تطالبني بنصيبك وتعرس بيه، صح؟ صح. اسمع يا معز، للمرة الثانية بقول لك تشيل الكلام الفارغ من راسك ده. أنا لا يمكن أطلب من أبوي حاجة زي دي. خلاص خلوني في حالي وما في زول يسألني. جدا. يلا واعلم في خيلك أركبه. خيلك ولا ما خيلك؟ غصبا عني والله. حيلة العاجز. انت عارف انت واختك هكم رصيدي في الدنيا، هكون الباقي الليل من ريحة المرحومة امكم الله يرحمها. أنا تعبت وشقيت عشان ما أحويكم لزول، أحقق لكم كل حاجة، لكن اللي حصل الله عندي في يد، لا شقيت فيه صوت، لا رفعت فيه حجر، لا طلعت فيه مظاهرة، تغيرت الأحوال بين لحظة والثانية. سبحان الله غير الأحوال. شيئاً شيئاً ليه شيئاً حكمت على أم بالعطف بالإعدام؟ كنت بتغشيني وش؟ أظهري أظهري وقول لك كنت بهزر أظهري، لكن هزار بايخ. طب إيه رأيك إنه أنا لا عندي شركات ولي حاجة وأبوي حيرجع؟ أيوة أبوي حيرجع وحالقى شيء تاني. انت قال روحك شنو؟ ولا أي حاجة. دكتور
عبادته. الزول ده ماخذ جرعه عاليه من المخدرات، ربنا يستر. قالوا في المسر أقول لك يقال لك شبتان فيني يا أبوي؟ حاشا، أعوذ بالله من الشماتة. جميل، وقت قلنا لك تعصاد من الغربة خايفين من 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 جنس ده. وانا قصرت معاهم في شنو؟ عيشتهم احسن عيشه. عيشه؟ العيشه اكل وشراب ودبج هدوم، وين التربيه؟ الطبع قبل الشبع. الوقت اللي كانوا محتاجين فيه للركاز يجيب قدامه ما لقوك. زول القروش بتجري في يده يمين وشمال، ولاد الحرام كتار مرق مع منو ومشى وين انت باك عارف راجب انه شنو زي ده. وبعد ده جيت مولاي كما خلقتك ابوي عليك. الله خليني بحالي، انا فيني انت فيني. الحقيقة صلة مرة. جيت قلت افضفض شوية وانسى، لقيتك انت زادك بتحملني نفس الذنوب، كل الذنوب. خلاص بعد يخرجوكم سوقوا انزلوا البلد، بيعوا الحواشة في ساقية التسعة، اعدلوا حالكم. بنت اختك نصيبة، الله يصلح حالنا وحالكم. We'll be right back.
كلمة بتضحك كلمة تنور شادوا الميت العالي صروح بكرة نلاقي وعد أخضر بكرة نغني والحسرة تروح والحسرة تروح تروح